عجبا لغزال قتال عجبا، كم بالأفكار وبقلوب لعبا، كم بالأفكار وبقلوب لعبا. يا لا يا لا يا انت عزفت يا بتاع البيانول، وجعت دماغنا. عجبا لغزال قتال عجبا، كم بالأفكار وبقلوب لعبا، كم بالأفكار وبقلوب لعبا. يا لا يا لا 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 يبنو بدلال فيثير الشهبة، يبنو بدلال فيثير الشهبة، يبنو بدلال فيثير الشهبة. يا لا يا لا 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 عجبا لغزال قتال عجبا، كم بالأفكار وبقلوب لعبا. عجبا لغزال قتال عجبا، كم بالأفكار وبقلوب لعبا. يا لا يا لا يا لا يا لا يا لا عجبا لغزال قتال عجبا، كم بالأفكار وبقلوب لعبا، كم بالأفكار وبقلوب لعبا. يا لا يا لا 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 يبنو بدلال فيثير الشهبة، يدنو بدلال فيثير الشهبة، يدنو بدلال فيثير الشهبة. يا لا يا لا 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 عجبا لغزال قتال عجبا، كم بالأفكار وبقلوب لعبا. عجبا لغزال قتال عجبا، كم بالأفكار وبقلوب لعبا. يا لا يا لا يا لا لا يا لا عجبا لغزال قتال عجبا، كم بالأفكار وبقلوب لعبا، كم بالأفكار وبقلوب لعبا. يا لا يا لا أهلا بيكم. عجبا لغزال قتال عجبا، الموشح الأندلسي الجميل للرائع الراحل فؤاد عبد المجيد الله يرحمه. الراجل ده كان علامة من علامات الموسيقى الشرقية في السبعينات، برغم ان اعماله كانت قليلة جدا، تكاد تعد على اصابع اليد الواحدة او اليدين الاثنين معا. فؤاد عبد المجيد اثر في قلوب الكثيرين لصدق مشاعر الغنى بتاعه ولرقة الأحاسيس اللي لقيناها في أغانيه، سواء كانت كلمات معاني أو كانت ألحان تنم عن شخص رقيق فعلا وفنان أصيل. فؤاد عبد المجيد ابتدى يتشهر وهو في الخمسينات، يعني الناس استغربت الراجل ده كان فين وفين الموهبة دي طول السنين دي كلها، ولكن هي الأقدار كده يعني. ولكن الموضوع مش بإنك بدأت صغير أو بدأت كبير، أنت سبت الأثر شكله إيه على الفن وعلى المستمعين وعلى الحياة الثقافية. ففؤاد عبد المجيد فعلا عمل اللي عليه وأدى فعلا رسالة نتمنى إن ناس كتيرة تحذو حذوه. الأغنية موشح الأندلسي ده ليه بنسميه موشح أندلسي؟ لأن هذه الموسيقى اشتهرت الإيقاع بتاعها هو إيقاع أندلسي، توارثناه من أيام العرب لما كانوا في الأندلس. فالإيقاع بتاعها دوت متوارث من الضروب، بيسموها ضروب، ضروب مش بالدال، بالضاد، بالضرب يعني.
ضرب على الآلات الإيقاعية من الضروب الأندلسية. الإيقاع بتاعها على الجيتار هيبقى سهل جدا، هنشوف مع بعض. خلي بالك مع إيدي. هبطأه أهو. دوم تتك تدوم تتك تدوم تتك تدوم تتك تدوم تتك تدوم تتك. حاول دايما الدم تكون قوية، هي في أول مزورة. دوم تتك تدوم تتك تدوم تتك تدوم تتك تدوم تتك. هي الايقاع ده ضرب من ضروب الاندلسي يشبه الى حد كبير السوينج في الغرب، يعني في العالم الموسيقى الغربيه السوينج. الايقاع الاندلسي الجميل ده اتعمل عليه فؤاد عبد المجيد اللحن بتاعه. اللحن انا بسطت الكوردز بتاعته. الموشح من مقام نهاوند او ماينر، سلم ماينر او سلم مينير زي ما انت هتقوله، هو مقام هذه الاغنيه او الموشح الاندلسي. هو سلم اللا ماينر اللي احنا عارفينه المشهور. فهنبدأها من كورد اللا مينير او اللا اي ماينر من البوزيشن المفتوح. لو انت ماسك جيتار كلاسيك، وممكن تعمله من اي بوزيشن لو انت عايز تمرن ايدك على الباري كوردز وكده، ولكن هو يكفي انك انت تعمله من الاوبن بوزيشن اللي هو الوضع المفتوح اي ماينر. عجبا لغزال قتال عجبا. نقلت هنا بقى على دي ماينر. كم بالأفكار وبقلوب لعبة. ده جي ميجر. كم بالأفكار وبقلوب لعبة. لعبة إلى A minor back again. وبعد كده يا لا. ساعات بعدي على الـ E minor وانزل تاني على الـ A minor. زي ما تقول قفلة. قفلة. خمسة أولى. يدنو بدلال. هنكرر تاني. يسير الشهبة. يخطو بدلال فيسير الشهبة. جي ميجر. يخطو بدلال فيسير الشهبة. يا لا يا لا لا لا. الحتة بقى الحلية اللي في النص دي اللي بترجعني على الكوردز. بص معايا. E flat. E F وارجع تاني، وبعدين ارجع على D C B A. اخر ثلاث نوت اللي هي سي بي اي بيبقى اطول. وعي تاني. يدنو بدلال وهكذا. طيب في حته بقى عاليه اللي هي بيبقى بيسموه البريدج، او الحته اللي فيها كسره الملل بتاع اللحن، عشان هيدخل على حته يرجعك منها تاني على اللحن كده، اللي هو عجبا لغزال قتال عجبا. كم بالأفكار. كم بالأفكار دي E minor. كم بالأفكار وبقلوب لعبا. لو خدت بالك اللحن نفسه في سنة عربة، يسموها عربة، ربع تون، هو بيعدي على نوتة مش في السلم، ولكن هو نقل من السلم دوت لسلم تاني شرقي في حتة صغيرة قوي انت مش هتحس بيها، لان هو السلم ده قريب من السلم دوت، فاتعدت العربة ديت ودنك خدت عليها ولقيتك طلع على المقام، وبعدين رجع تاني على المقام بتاعنا الرئيسي اللي احنا كنا فيه النهاوند ده. فاسمعها معايا تاني. عجبا لغزال قتال عجبا. كم بالأفكار وبقلوب اللعبة. عجبا لغزال قتال عجبا. كم بالأفكار وبقلوب لعبا. يا لا يا لا. فدي ماينر. يا لا يا لا
يا لي سي ميجر يا لا يا لا اي ماينر اي ماينر يا بعدين اتمنى انكم تكونوا استمتعتوا بيها. استعمل سلم الاي ماينر او سلم السي ميجر اللي احنا اخدناه في الار جي تي كورس المستوى 0 او المستوى التمهيدي والمستوى 1، هتلاقي فيهم السلم اللامينير وهتلاقي فيهم سلم السي ميجر. ابدأوا من الله هيبقى سلم اللامينير، وانت كده كده بتلعب في الوضع المفتوح، فحاول تعمل النوت كلها من على. وانت هتعزف الجيتار، لو انت هتغني معاه هتلعب الكوردات بتاعت الوضع المفتوح. واتمنى انكم تستمتعوا بيه، واشوفكم الحلقة الجاية.